زي ما اتكلمنا فنيا عن مباراه النادي الاهلي وفوزه على سيمبا بالامس، عايزين كمان نتكلم فنيا عن مباراه الغد في قمه مصريه افريقيه، الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدراليه. معنا على التليفون واحد من نجوم الكره المصريه ونادي الزمالك، كابتن حماده طلبه. يا كابتن حماده، مساء الفل عليك وكل سنه وانت طيب. حبيبي يا حبيبي، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ طيب، وانت كابتنك مباراه الشعب المصري. بسعد دايما بوجودك معايا. يعني عايزين نتكلم طبعا عن مباراه الغد، وفي حاله من الارتياح الى حد كبير لدى جمهور الزمالك بعد الفوز في مباراه الذهاب اللي هي كانت على الورق طبعا مباراه نادي مودرن فيوتشر في استاد السلام. شايف ان المهمه بكره هتكون سهله، ولا يعني ممكن يكون في رده فعل من مودرن فيوتشر، وكيف يتجنبها نادي الزمالك لو بتتكلم طبعا من وجهه نظر واحد من نجوم نادي الزمالك؟ الماتش الاولاني طبعا كان ماتش كابتن حماده. الو كابتن حماده، بس يعني ممكن لو تتحرك في مكان يكون فيه شبكه شويه. سامعني كده؟ اه كده افضل. بقول لك خلينا نقول بيوتشر بصراحه كان بادئين ماتش كبير، كانوا بادئين المباراه بشكل كويس جدا، كان عاملين اداء على اعلى مستوى اول ربع ساعه. خلينا نقول نادي الزمالك دخل المباراه بعد ربع ساعة من المباراة، قدم مباراة كبيرة لنادي الزمالك. النتيجة في ارتياح نادي الزمالك، بس في مشكلة النهاردة انت بتلعب خصم مصري، وخصم عارف نادي الزمالك بشكل كويس، وعارف بيلعب ازاي وبيلعب بأنهي طريقة. خلينا نقول مباراة صعبة على نادي الزمالك، المباراة بتاعة بكرة هتبقى صعبة مش سهلة. نادي الزمالك بيمر بظروف صعبة في حتة خط الظهر ما بي عندك مشكله في خط الظهر، الوتش مؤثر بشكل كبير جدا. كنا شايفين نادي الزمالك في بدايه المباراه ما كانش فيه تركيز خالص. عندك اصابه اوباما كان بيأدي بشكل كويس جدا، النهارده هتلاقيه ممكن ما يكونش موجود. زيزو كان بعيد ودخل والحمد لله حققنا الفوز مع طريق زيزو، يعني النهارده ممكن تكون موجود ان شاء الله بكره. لا، هنشوف مباراه صعبه. اتمنى ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك يكون مركز فيها بشكل كويس جدا. النهارده الجمهور بيبقى متواجد بشكل كبير، عند مد اللعيبه دفعه كويسه. انا عاجبني روح نادي الزمالك، روح اللعيبه، روح الجمهور. لا، ان شاء الله باذن الله. زي ما بقول لك، صعوبه المباراه اللي انت بتلعب خصم مصري هو ده اللي عامل مشكله في البطوله نفسها، انما ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك هيتغلب باذن الله المباراه بكره باذن الله، ونكون ان شاء الله ديت باذن الله الصعود المرحلة الجايه باذن الله. تعديل التشكيل اكتر من مره من جوزيه جوميز بيدي لك اشاره يا كابتن حماده ان هو لسه ما استقرش بنسبه 100% على يعني الشكل اللي هو عايز يلعب بيه مع نادي الزمالك، ولا الفكره ان هو عنده اكتر من خيار فبيعتمد على واحد واثنين وثلاثه، وتحديدا كمان في الخط الامامي يبقى فيه اكتر من تغيير؟ خلينا نقول طبعا هو رجع لعيبه كتير كده كانت بعيده عن مستواها، زي ناصر المنسي كان بعيد بشكل كبير جدا. النهارده في اكتر من لعيب فاهم معاه، شايفين شغلات كتير بشكل كويس. انا دايما من بحب المدربين اللي هي بتبقى ثابته على التشكيل. المدرب لما يكون ثابت على التشكيل بيدي دفعه كبيره للعيبه الموجوده. ممكن تغير في اثنين ثلاث لعيبه، انما انا اتمنى ان هو يكون مثبت التشكيل الفتره اللي جايه. هو مدرب كويس ومدرب عنده ثقه في نفسه بشكل كبير جدا، وعنده لعيبه على اعلى مستوى النهارده موجوده. النهارده نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك قدر يجيب له لعيبه كويسه. شايفين حمد شحاته كويس، شايفين احمد حمدي بصراحه عامل حاجه كويسه في نص الملعب بشكل كويس جدا. اتمنى ان هم يكونوا كابتن حمدي ابتدى يعني يتقطع شويه، فمعلش لو نثبت في المكان بس عشان الشبكه. كابتن حماده. ايوه يعني بس عشان الصوت كان طيب، يعني خلاص بعنوان بنكتفي بهذا القدر، وبنشكر كابتن حماده طلبه طبعا على مداخلته معانا. وبطبيعه الحال احنا بنتمنى التوفيق لاي فريق مصري سواء الزمالك او مودرن فيوتشر في هذه المباراه، لان اكيد اللي يهمنا هو وجود فريق مصر في المربع الذهبي للكونفدراليه، وعشان كده كنا نتمنى الموجه دي تتاجل شويه في هذه البطوله الى المباراه النهائيه، وكنا نشوف نهائي في هذه البطوله. عن القرعه هي اللي اوقعت الفريقين في ربع النهائي، فكل التوفيق لانديتنا المصريه.